إذا ذروة الحالة الماطرة في المملكة هذه الليلة وصباح يوم الغد، وتبقى فرص الهطول إن شاء الله يوم غد في مناطق عدة، وتراجع لهذه الحالة الماطرة اعتبارا من يوم الاثنين. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. إذا آخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة هنا في مركز طقس العرب تشير إلى تواجد كميات كبيرة من السحب والغيوم تغطي سماء المملكة. تقدر تقريبا هذه السحب والغيوم الممطرة الممتدة من مناطق جنوب غرب المملكة، وادي الدواسر، الأجزاء المختلفة من المناطق الوسطى، المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، المناطق الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، بنحو حوالي تقريبا 1 مليون كيلومتر مربع من مساحة المملكة تحت تأثيرات هذه السحب والغيوم الممطرة والتي تروي أراضي المملكة بأمطار الخيل. بعض من هذه السحب يكتسب طابع الشدة خاصة في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. خرائط التوقعات تشير بشكل عام إلى اشتداد في الحالة الماطرة خلال ساعات ليلة السبت على الأحد وفجر وصباح يوم الأحد، وخاصة في المنطقة الشرقية من المملكة. كما نلاحظ هذه الألوان تنم على وجود بؤر شديدة لهذه الأمطار، وتشمل مناطق الدمام وأيضا الخبر والجبيل والخفجي، إضافة إلى دولة الكويت وأيضا أجزاء الجنوبية خاصة من حفر الباطن. يعني عموم المناطق الشرقية والشمالية الشرقية على موعد مع هذه الأمطار الغزيرة ذات البؤر الغزيرة. استمرار فرص هطول الأمطار أيضا في المناطق الشمالية من المملكة والحدود الشمالية تشمل مناطق عدة منها، إضافة إلى المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض والأجزاء الجنوبية من الرياض. المناطق أيضا الغربية من المملكة يتوقع خلال ساعات هذه الاشتداد الحالة الماطرة بشكل تدريجي خاصة فوق المرتفعات الجبلية منها، إضافة إلى بعض المناطق الساحلية خاصة تلك الواقعة في منطقة تبوك، إضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة ومرتفعاتها. جميع هذه المناطق على موعد مع هطولات مطرية متفاوتة في الشدة خلال الساعات القليلة القادمة. صباح يوم الأحد يتوقع أن تتحرك حزم هذه السحب والغيوم نحو الشرق والشمال الشرقي لتسيطر على المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من المملكة بشكل عام. هناك تراجع مؤقت في فرص هطول الأمطار صبيحة يوم الأحد في عموم المناطق الوسطى، ولكن يتوقع في ساعات الظهيرة أن تعاود تشكيلات من السحب الرعدية بالتشكل فوق المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، وبالتالي يجب الانتباه إلى هذه التشكيلات من السحب الرعدية في ساعات الظهيرة. صباح يوم الثلاثاء الأحد أيضا نتوقع وجود أمطار رعدية على السواحل الجنوبية الغربية من المملكة بما في ذلك منطقة جازان وأيضا مرتفعات أبها والباحة، مع وجود تخريج بحرية في هذه المناطق. ومع ساعات ما بعد ظهر يوم الأحد يتوقع أن تتحرك حزم هذه السحب والأمطار تدريجيا نحو الشرق، لكن تتسم بوجود بعض البؤر الغزيرة كما نلاحظ هنا في حفر الباطن وفي المناطق الحدودية مع دولة قطر، إضافة إلى مملكة البحرين والدمام وحتى أجزاء من الإحساء. هذه المناطق تتوقع أن تكون إجمالا بها فرص الأمطار موجودة مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد، لكن تتسم بنوع من الشدة في الغزارة بمشيئة الله تعالى. يوم الاثنين يتوقع بشكل عام تراجع فرص الأمطار بشكل كامل عن المناطق الداخلية في المملكة، وبالتالي ذلك إذانا ببدء تراجع الحالة الماطرة، ولكن تيارات هوائية باردة تهب على منطقة البحر الأحمر تعلن وجود بعض التخاريج البحرية والنشوءات المطرية في المناطق الساحلية، تشمل بذلك أيضا ينبع وربما تصل أيضا جنوبا لتصل مدينة جدة خاصة مع ساعات الظهر يوم الاثنين. لكن في باقي مناطق هناك تقريبا معظم المناطق تكون ذات فرص مطرية ضعيفة إجمالا يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض اليوم يوم الأحد، يتوقع أن تكون الأجواء بوجه عام غير مستقرة، تتجدد فرص هطول الأمطار الرعدية خاصة في ساعات الظهيرة والعصر. درجة الحرارة العظمى يوم الأحد 23 درجة مئوية في ساعات النهار، مع أجواء أيضا رطبة بعد الشيء. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة، وسنبدأها شمالا من سكاكا 14 إلى 10 مع فرص للأمطار، عرعر من 11 إلى 6 مع أمطار، وفي تبوك من 18 إلى 6 مع استقرار على الأحوال الجوية. المناطق الغربية في المدينة المنورة رياح نشطة من 20 إلى 9 درجات مئوية، في جدة من 23 إلى 16 مع ظهور للغيوم المتفرقة وتراجع في درجات الحرارة. في كل من مرتفعات مكة والطائف فرص الأمطار 25 إلى 16 في مكة و17 إلى 9 في الطائف. أمطار متوقعة في جنوب غرب المملكة بما في ذلك جازان 30 إلى 24 مع فرص الأمطار الرعدية، أبها 14 إلى 11 مع أمطار وربما حتى غيوم ملامسة لسطح المرتفعات وبالتالي تشكل الضباب، كذلك أمر في الباحة من 13 إلى 7 مع ضباب وزخات من الأمطار.
المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء فرص لأمطار رعدية من 25 إلى 16، في الدمام من 24 إلى 16، وفي حفر الباطن من 15 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في الرياض من 23 إلى 13، وفي بريدة من 20 إلى 11، وفي حائل من 15 إلى 7 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة تكون يوم الاثنين الأجواء طبعا تميل للاستقرار، تراجع واضح في درجات الحرارة، تصبح تقريبا 17 درجة مئوية في العاصمة الرياض والصغرى 11 درجة مئوية. الثلاثاء والأربعاء الأجواء تكون مستقرة سواء في ساعات النهار أو الليل، 17 درجة مئوية في ساعات النهار، وليلا الأجواء تميل للبرودة مع تقريبا درجة حرارة صغرى ما بين 8 إلى 9 درجات مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم دائما متابعة التطبيق وموقع طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. اللهم اجعلها خيرا أمطار خيرا وبركة عليكم وعلينا جميعا. دمتم بخير، إلى اللقاء.